السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، أخباركم لبس عليكم، كنتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر وتكونوا بخير وعلى خير. متابعينا الكرام، مشتركي قناة سيمو الشو داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم إن شاء الله غادي نمشيو لآخر مستجدات وآخر تحديث وغادي نشوفوا لا ديفياسيون ديال الجسر الجديد والقديم وعملية تحويل مسار السكة، ونشوفوا آخر المستجدات والعمل ديال فريق الأو إن إس إف، فريق المكتب الوطني للسكك الحديدية. خوتي خواتاتي، كنحييكم وكنشكركم على التعليقات وكتعبروا على الوطنية ديالكم وحبكم لأرضكم والبلادكم والمالككم وللشعب كافة أجمعين. الله يجزيكم بخير، حياكم الله، تبارك الله عليكم، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم، تعليقات جميلة ورائعة اللي كتعبر على الصدق والإخلاص والحب ديالكم. بداية الأشغال خوتي، كان ضروري ناخذ القطار باش نشوفوا آخر تحديث، لأنه هالطريقة هي الأفضل الأفضل باش نشوفوا آخر المستجدات وبداية تحويل المسار. لاحظوا معايا المدخل ديال فريق القباج كيخدموا في الأرض لتحت بالنسبة للجسر، وبالنسبة لفريق الأونيسيف المكتب الوطني هالبداية هنا غتكون ديفياسيون على اليمين، غيكون واحد تحويل المسار ديال السكة محادية، غادي تخرج من هاد السكة اللي قدامكم القديمة وغادي يخرج تغيير المسار ديالها من هنا، راه الأرضية كتجهز ماشي اللي حدا الكومباكتور تحت. ها هو طرا، أو تي جي في، يا سلام، صدفة غريبة، مالقى فين يخرج غير في اللحظة اللي بغينا نصورو حنا هنا. الله يتبعو البلا سير، ماشي مشكل. ها الأرضية خوتي فين غادي تكون لا ديفياسيون جديدة، فين غيكون؟ ها هي راه البداية، لاحظوا معايا شي البداية، راه السكة الجديدة بدات تتحط، إذا بداو كيحطوا السكة ديال الذهب وديال الأياب، حتى هي راها بدات تتحط، يعني غتكون ها هي ديال الذهب هالأياب، كاينة وحدة على اليمين وكاينة وحدة على اليسار، اللهم بارك وزيد في ذلك. إذا هذه طريق جديدة اللي غتحول فيها السكة القديمة بالذهب ديالها والإياب ديالها، جوج ديال الاتجاهات غيتحولوا لجوج اتجاهات أخرى، وغادي نمشيو للجسر. ها هما دابا غاديين، المسافة تقريبا ديال 1 كيلومتر على اليمين، وعاد غندوزو مور الجسر 1 كيلومتر أخرى. إذا هنا فين وقفات قبالة الجسر، فين غادي يتبنى ان شاء الله بحول الله الاعمده. لاحظوا معايا الجسر كيرتكز على 4 ديال الاعمده او سواري اساسيين، هنا البدايه ديال الجسر. لاحظوا الشني راه هي، والبوكلان راه هي على اليمين، والبرج زين السميه وسط منهم. اذا العمود الاساسي، الركيزه الاساسيه ديال الجسر الجديد، هذا الجسر الجديد راه غير مؤقت، هذا اللي غير مؤقت، ها الاول ها الثاني ولاحظوا الشني في الدعم واللوجيستيك اللي كتحمل لهم الاليه الضخمه والثقيله. ها هو العمود الثاني، هو هذا اللي امامنا، والجسر القديم احنا فوق منه مباشره، هذا هو اللي غادي يرجعوا ليه من بعد ما غيساليوا الجسر الجديد، غيرجعوا لهذا القديم اللي غيردوا تحفه فنيه معماريه جميله، وغادي يوسعوه مزيان وغادي يولي واحد المنظر جميل وواحد تحفه. السرية الثالثة ها هي أمامكم مباشرة، يعني راه موضح لكم واحد الصورة أوضح. والعمود الرابع ها هو أمامكم، يعني هاد الجسر كله غيرتكز على 4 ديال السواري أو الأعمدة الأساسية، ومن بعد غادي يدوزوا له الطريق ديالو فوق منه إن شاء الله. الجديد هما لي سيبور ديال السكة، ها محطوطين على اليمين. النيفلوز ها هي كتقاد لهم الارضيه فين غيتحطوا، دابا غيتحطوا مباشره، دابا ما بقى الا السكه غتحط من بعد ما غيفرشوا الحجر الغليظ. زين السميه حتى هو قريبا ان شاء الله غنديروا روبورتاج من بعد ما غنجيو من الصحراء بحول الله، الى يسرت الامور وبقات الوضعيه مزيانه، راه غدا ان شاء الله واخا كنمرض واحد الحاله صحيه حرجه في الراس ديالي، كيضرني الراس ديالي بزاف ونضاضر عضلات لي ميسكل، ما عرفتش داكشي دوخني هادشي في راسي، ما عرفتش مناش، المهم ما غندخلش لكم شي فشي. لي سيبور ديال السكه ها هما تحطوا، لاحظوا معايا الشاحنات ديال فريق اليونيسيف ديال المكتب الوطني كيحطوا الدعامات الاساسيه، ها هما اللهم بارك وزيد في ذلك. والبرج ما شاء الله عطي واحد الهيبه، واحد المنظر، واحد كأنه أبو الهول حارس على هاد المشاريع.
كأنه شاهد على المشاريع لي سيبور ديال السكة، هما الدعامات الأساسية ديال الروتور، أما لالي راه تحطو من ليه. هذا الفريق عاوتاني هذا اللي كيجيب لي كيليبراج والتوازن ديال خطي التوازن، ونيت كينتميو الفريق ديال يونيسيف، يعني ما شاء الله المكتب الوطني فريق متكامل، عنده الاطور ديالو المهندسين ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. هنا الاليات اللي تحطو لي سيبور، هذه لا ماشين او الرافعه اللي كتحط لي سيبورانت، ها هما هازين كتهز باربعه بجوج اربعه سته ثمانيه، ما شاء الله ما شاء الله كتهز ثمانيه في دقه. اذا نكملوا على مسافه كيلومتر، راه تقريبا هادو كيحطوا اش كيحطوا، كيحطوا الحديد، حطوا السكك، لاحظوا معايا باش كيجيبوها متوازيه، اللهم بارك. المكتب الوطني عنده فريق ديالو ما شاء الله متكامل، من جرافات الاليات الخدمه المهندسين الاطور التقنيين، يعني ما شاء الله هذا المكتب انا كنفتخر به صراحه، المكتب الوطني كنفتخر به، لانه ما شاء الله ما عمره وقعوا له شي حوادث، ما عمره وقعوا له شي حاجه خايبه، كيخدموا مزيان، اطور مزيانين، الخدمه ديالهم متقونه، اللهم بارك وزيد في ذلك، والله يسخر لنا وليهم وفي هذه البلاد. لاحظوا معايا دابا ها هما هاد الديفياسيون هي بدات تقترب، هي بدات كتقترب، الانحراف بدا، وكل متر كتقترب واحد 10 سنتيم، كل متر كتقترب كتقترب لعندنا 10 سنتيم، قد ما زدنا متر لقدام هنا فين غادي يكون الالتحام. ها هما قربوا، ها هما كيهيئوا الطريق فين غادي يدخل السكه الجديده مع القديمه، وغادي يحصل انحراف بسيط تكتيكي متقن، اللهم بارك وزيد في ذلك. اذا فهاد لالين فهاد الاماكن غيحصل الالتحام، واش متر القدام 10 متر اللو 6 متر، المهم بالضبط حنا غادي نتابعوا هذا الشيء ان شاء الله، والخدمه ديالهم راه ما شاء الله كنشكرهم وكنحييهم من هذا المنبر. وهنا راه حنا كنتواجدوا مباشره خلف برج زين السميه، برج محمد السادس، الله يخلي لنا والله يحفظه، رمز الامن والامان في هذه البلاد. انا منظر شامل، لاحظوا معايا اضطريت باش نركب في التران باش نحط لكم الصوره اوضح، لانه راه كنلقاو صعوبه باش تاخذ واحد الصوره عامه. هادشي اللي كان خوتي اخواتاتي، ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخلوش علينا بالاشتراك، وتبقاو تفرجونا بالفيديو ان شاء الله. الا كان مكتب راه غدا غادي نبداو الجوله ديالنا الكبرى اللي سميناها جوله ريان العظيمه، ريان الكبرى، خديت هذا الاسم هذا وغادي نفتخر به بحول الله. جواب على المسابقه، اوه يا سلام، هاد البلاصه راه ماشي هرقل ماشي طنجه، اللي جاوبنا الجواب الصحيح هو صاحب هذا الجيميل، كتبع له موروكو ودير الصوره ديال ريان الجبهه اقلم شفشاون، كنصحكم تمشيو لهذا المكان رائع جميل جدا جدا جدا، كيحمق، وغادي نمشي له ان شاء الله، وغادي نعاود نمشي له منطقه كاينه اسمها في الجبهه. نسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.